هجوم المنتخب الانجليزي، الكره لمسه من ستيفن جيرارد تصل الى وين روني. جيرارد من جديد الذي يقوم بدور هجومي في الوسط، يلعب كره عرضيه ممتازه في المرمى. ايميل هيسكي يسجل هدفه الدولي السادس والاول له تحت اشراف المدرب فابيو كابيلو. ايميل هيسكي المهاجم الاول، والثاني هو روني، ينجح في التسجيل اخيرا بعدما لعب دائما دور المهاجم المساعد لوين روني. طبعا يعني كانت هناك ردة فعل عصبية على وقوع تيري في التسلل، ولكن ليست هناك أي ردة فعل من كابيلو على الهدف الذي أحرزه إيميل هيسكي. بعد هذا العمل الجماعي الممتاز، العمل التكتيكي الذي بدأ من روني مثنيا بجيرارد ومثلثا بهيسكي، لاحظوها من جديد، جيرارد روني، روني جيرارد، جيرارد هيسكي، هيسكي هدف. واحد إنجلترا لا شيء سلوفاكيا. هدف مبكر للمنتخب الانجليزي من امضاء ايميل هيسكي. طبعا ايميل هيسكي منتخب انجلترا بكل. اشلي كول وكره مرفوعه في العمق من جاريث باري. جاريث باري وكره بيكام راسيه في المرمى. وين روني يسجل، وين روني والهدف الثاني لانجلترا في الدقيقه 70. الكره الراسيه والعناق مع ديفيد بيكام، هدف ثاني لانجلترا، هدف التغطيه وفرحه مشروعه في المدرجات وتقدم مستحق بالتاكيد لانجلترا. والتهنئه من كراوتش، من كراوتش، من جون تيري. لاحظوا من جديد هذه الكره مرفوعه هناك، من ياخذها؟ ياخذها ديفيد بيكام، دائما تمريراته متقنه، لاحظ يرفعها على راس وين روني ويسجل. اذا بيكام في مباراته الدوليه 109 يصنع الهدف الثاني الذي يسجله وين روني بهذه الكره الراسيه، وهذا الهدف بالنسبه لوين روني هو الهدف الدولي رقم 20. اذا هذه مباراه الارقام القياسيه والتذكاريه. روني يسجل هدفه الدولي 20 لانجلترا. ايميل هيسكي اخر لسبارا، يعني الطرد، لكن الكره الان عند لامبارد، يدخل منطقه الجزاء، لامبارد يسجل. نعم، هدف ثالث لانجلترا من امضاء فرانك لامبارد. فرانك لامبارد يشكر الله تعالى على الهدف، يعادف بيكم ويصمت المصفرين له، المنتقدين له. جمهور ويمبلي يصفق الان للامبارد، وفرانك لامبارد لاعب الوسط يحرز في المباراه 68 هدفه الدولي 17 لاعب وسط تشيلسي. لاحظوا من جديد الكره، لامبارد يستلم الكره ويدخل منطقه الجزاء من ستيوارت داونينج، من مايكل كاريك بالاحرى. مايكل كاريك يمرر ولامبارد ياخذ الكره ويلعبها بعيده عن متناول الحارس ويحرز الهدف الثالث لمنتخب انجلترا. ويشكر الله في هذه اللقطه، وانجلترا تتقدم بثلاث اهداف مقابل لا شيء. الهدف الدولي 17 وعناق بين لحظات فوز جيد، فوز عريض، والكره الان من لامبارد الى الامام، ووين روني، هدف رابع، هدف رابع لانجلترا. الفوز يصبح اعرض، وروني يعزز اختياره كرجل المباراه، يسجل هدفه الشخصي الثاني ويسجل هدفه الدولي 21. كما قلت هي مباراه الارقام القياسيه للاعبي انجلترا هذه الامسيه، وانجلترا اذا لا تكتفي بالثالث بل تعززه برابع وتختتم بذلك المباراه بهذا الفوز العريض على سلوفاكيا. الكره الى روني، هل كان متسللا؟ على كل حال ياخذ الكره من لامبارد ويضعها في سقف المرمى. لاحظوها من جديد، كره لامبارد الى وين روني ياخذها، وبدون عناء يمارس هوايته ومهنته كهداف ويسجل هدفه الدولي 21 مع انجلترا، والثاني في هذه الامسيه والرابع للاسود الثلاثه. اذا انتصار